أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن بالغ سعادته بفوز الجوائز فاليريان ستيل بالمركز الأول في فئة المجموعة الخامسة لعمر 3 سنوات فما فوق، والجوائز ناموس بالمركز الأول في فئة سنتين في سباق بيفرلي البريطاني وسط منافسة قوية ومثيرة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حصول فاليريان ستيل وناموس على المركز الأول يؤكد السيطرة البارزة لرياضة الفروسية البحرينية في المشاركات العالمية بعد أن حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وهو ما يعطينا الدافع لمواصلة دعم المشاركات لكتابة اسم المملكة بأحرف ذهبية عبر الحصول على المراكز الأولى دائماً. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة الفروسية البحرينية سجلت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية، وما زالت تسير وفق الخطة التي وضعناها والهادفة إلى تأكيد ريادة الفروسية البحرينية في المشاركات العالمية، مبينا سموه إلى أنه حريص على مواصلة دعم المشاركات لتحقيق المزيد من الإنجازات. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالإمكانيات البارزة التي يمتلكها الجواد فاليريان ستيل وحرص الفارس ديفيد إيغان على القيادة الناجحة في السباق، إضافة إلى جهود المدرب روجر فاريان، مشيدا سموه بذات الوقت بإمكانيات ناموس الذي قاده الفارس ليتنر مارك جونستون والمدرب جو فاينينغ، متمنيا سموه للمشاركات البحرينية المزيد من التوفيق والازدهار.